توجدوا في شاطئ المحمدية، شاطئ المركز، الشاطئ الجميل، المدينة الجميلة التي يعني المدينة يعني السياحية بامتياز. أمتين هاد ماشي نقولوا حرفة، وإنما هاد النشاط اللي لقيته كنت جربته في مراكش. كنت في مراكش وكنت كنشتغل في يعني مهنة أخرى في داخل الفندق، وواحد النهار قلت علاش لا، واحد النهار فهمتي نحاول اني نغني. كانوا الاصدقاء ديالي موسيقيين في لوطيل، وفي ديك الوقيته كان واحد الفنان، كان لوطيل في الفندق كان كل شهر كيستضيف واحد الفنان من فرنسا، فنانه مختلفين. وسمع الصوت ديالي وعيط لي، قال لي واش انت فنان، واش انت كتغني؟ قلت لي لا، انا غير حاولت، درت هذه المحاوله. قال لي عندك صوت جميل، خصك تخدمه. دونك الفكره بقات عندي، تولدت عندي الفكره هكا، خليتها مشيت كنشتغل وكنقرا وداك الشيء. من بعد واحد النهار قلت علاش لا، من هذيك الفكره خصها يعني تتحقق. فشريت ماتيريال جي كومونسي، بديت شويه بشويه. دونك لقيت استحسان ديال الناس، بديت في مدينه محمديه، بديت مع الاصدقاء ديالي، قال لك انت كتغني مزيان وعندك صوت مزيان. دونك بان جاتني الفكره ديال مغني شارع، يعني مغني شارع بالنسبه ل لازم كنتي عارف هادشي كاين تشوفو في فرنسا، في تركيا، في اسبانيا، في المانيا اكسترا، لكن في المغرب كانت شويه قليله. كانت في الدار البيضاء في ديك الساحه ديال قدام الكافي دو فرونس، كانوا بعض الشباب واخدين هاد العتيق ديالهم، هاد نورمالمون فاش كتبداه، فاش هو كتسدي خدمه للمحمديه، باسكو هاد المكان بدون الموسيقى راه مكان ميت. الانسان كيجي يشرب قهوه وداك الشيء. ومن بعد اول مره بديت يعني الفكره استحسنت الناس، حتى السكان اللي كاينين هنا والناس اللي كيجيو، وخصوصا الناس المقيمين بالخارج لانهم متعودين على ديك الفكره. فبدات الفكره هكا واستحسن داك الشيء ومع التشجيعات ديال الناس، وبديت الفكره هذه وهكا فوالا. واش حنا لاقاش صعوبات والناس باقي ما عندهم ديك الفكره ديال فهمتي، كاين اللي كيجي كيقول لك كلمه، كيلوح لك كلمه، كيقول لك انت كتغني مثلا ايديت بياف، كيجي يقول لك غني ليا شابة فلانة اكسيت. مهم على اي كان من الضروري انني نصبر، وحتى الناس يبدل لهم ديك الفكره بانه راه كاين هذا الفن الشارع، ما كاينش غير في المقاهي، وكاين في يعني في حفل حتى كنت في الاماكن في حكم كيجيو الناس كيريحوا في المقاهي وكيبديت. وكانت عندي شويه ديال السلطات، ولكن الحمد لله تفادوا كيتفاهموا الامور، لان المحمدي كان فيها واحد السيد الله يرحمه، كان سيتان كيدير ساكسوفونيست، كان كيكون في هذا المكان هذا، وكيكون في ديك البلاصه اللي لهيه. بو انسان سمعت مؤخرا بانه توفى مسكين. بو قلت علاش نبدا الفكره والنشاط واستحسنوها الناس وداك الشيء، ولا ماشي كحرفه، ولكن كتجي من العمل ديالك، وكتجي كتجي تنشطها. بحال قلتي انا كتنشط هاد الناس اللي جالسين، كيكون واحد التفاعل يعني واحد التفاعل معاهم، من تيجيو عندي كيقول لي تبارك الله عليك هادشي اللي درتي مزيان، وهادشي اللي يعني فكره جيده. وكيفاش كاين اللي كيقول لك مثلا بحال النصارى، كيجي بعض الفرنسيين كيقول لي سكوت تو فاس اونيك، يعني داكشي اللي كدير انت راه بوحدك، انت بوحدك اللي كاين في المحمديه اصلا، وهادشي اللي كدير بوحدك شيء جديد بالنسبه للناس. مي الحمد لله دابا تقريبا واحد عامين ونص او ثلاث سنين بدات الفكره غير من في الليل، كنجي غير في الليل فهمتي، يعني من الساعه الخامسه المساء لتحت كنجي لي كافي هنايا، وكان فهمتي ولقيت واحد الصدفه فهمتي، واحد لا نستفوا ولا شيء جديد بالنسبه للناس. ما الحمد لله مزيان، كنحس براسي مزيان مع الناس، لقيت بان اللي كندير هادشي اللي كندير الناس استحسنوه. اذا داكشي تكملت انا في هذا المشوار هذا.